ربنا يخليك يا حاجة، الله يبارك فيك. بس حاجة حلوة زيك كده بقى، بلاش المغربي ها. بلاش يا حاج، السلام عليكم. ده انا يالا يا عصفور، نمت نوم امبارح من ساعة ما جينا من عند عمك زي القتيل. مشوار ابن لذينة عم ياسر. ما صحنيش بقى الا التليفون بتاع كاريكا. عصام كاريكا كلمك؟ خلاص، البنت الصحفية راحت له امبارح، كلمته في التليفون وبعدين راح قابلته. سلمى. وخلاص سامحتك يا عم، مفيش أي حاجة. وبيقول لك في بكرة بروفا بعد الظهر الساعة 3 عشان الحفلة إياها، الحفلة بتاعت مجلة الجيل الأصفر. الجورنال الأصفر. الجورنال الأصفر. ده اللي بتشتغل فيه سلمى، هي هتبقى موجودة بكرة في الحفلة عم ياسر ولا إيه؟ ومالك كده اتخطفت قوي ليه كده؟ لا انا ما اتخطفتش، انا هو فين الكلب الحيوان؟ ايه ده؟ ابن القراجوز. ايه انا كلب سعيد؟ اقعد يا بنت، عيب كده. في ايه اللي حصل؟ الكلب ده ياما بيبص عليا وانا بستحمى. ايه؟ انا؟ استنى انا مع ميس. تعرفت ازاي؟ قالوا انا اللي طالع اعمل فيه معروف الجربان، وقلت انضف له الاوضه، لقيت الكراسه دي، قلت اخدها الف فيها الشندوتشات. بص كاتب ايه؟ انت هتصدق الكلام ده يا عم ميس؟ اهدي بس، كاتب ايه؟ ونظرت من شباكي. شباكي يا عم ياسر. ايوه، ونظرت من شباكي وجدت ناتاشا تستحم عاريه. كم هي بيضاء. ده عنده عنا الوان. اه شفتي؟ اه والله. الكلام ده حصل امتى؟ كاتب السنه اللي فاتت. كنت طيب لسه عيل صغير. اه قول لها يا عم ياسر. استني يا لخص، ما هو كاتب حتى التاريخ 11/12/2011. ورجعت من الشغل اليوم مع عم هيصة. كم هي مقرفة رائحتها. هذا الوقت يا عم هيصة. يا حيوان يا عم هيصة. يا عم هيصة. بس سامع، ما تستهدى بالله يا عم هيصة، ما تاريختك معفنة وده شيء طبيعي. انا الكوباية زحمة عيبتي. اقعد بس اقعد. قلت لي دي ايه؟ كم أحب هذا العم هيصة وأتمنى أن أقول له أن يغسل قمصانه لأنه أحسن رجل في العالم. قول له يا كوباية. ما الواد بيحبك أهو يا عم هيصة. قول له. في إيه بقى؟ وريني. وما أن دخلنا الحارة حتى لمحت بخ المكوجي ينتظر نزول كوباية من منزله ويتسلل إلى المنزل ليقابل أخته سارة. مين سارة دي؟ أختك الكبيرة. ده يبقى أنا. ثم طلع الى الشقه فوق. انت بتعمل ايه يا اختي في الشقه؟ بايع. ايه ده؟ بتعمل ايه؟ ايه ده؟ انت مش بتكوي كل هدومك عندي؟ انا ما بكويش هدوم اصلا. طيب انا كنت رايح بودي لك كل هدومك المكويه فوق. تصدق انت عندك حق؟ انت ظالم يا عصفور. انا؟ وما تجيبش سيره بخه دي تاني. انت عبيط يا كفايه؟ ما اعرفش انت ظالم. حبس يا رجاله. حبس يا انت بقى الذكر الوحيد اللي ما بيجريش. لا ذكر يا معلم حبشي، والله العظيم انا مهزأ جدا، انا كنت لسه بجري. هو كل مره نفس الحوار الفكسان ده. لا وربنا يا معلم حبشي، انا كل مره بجري بس انت برضك بتقفش. اخرس. حاضر. اللي طار لو ما دفعتش دلوقتي يا جرابيع، الواد ده هيبقى اكبر حته في قد دي كده. طب ايه حاله يا بخه يا عم ايه؟ واضح انك محبوب قوي في الحارة دي، انت مالكش اصحاب يالا؟ طب ما صعبتش عليك يا معلم حبشي. وانا قلبي حنين. تعال انا جبت رجالة جداد وعايزين يتعرفوا عليك. ما بلاش موضوع التعارف ده يا معلم حبشي. ليه؟ مش عايز نبقى اصحاب؟ عايز، بس لو من خلال الفيسبوك او السويتر يبقى الطف. سويتر؟ اه شكلك كده هتتعبني وهعرفك عليهم. خرابة. اهلا وسهلا. ليه؟ انا اسعد يا باشا، انا اسعد يا باشا. ريش. بص سعيدة جدا يا بيه.
فرصة سعيدة. طب ده يتعرف على هذا معلم حارس. سفوريا. أهلا وسهلا. طب يا معلم حبشي تعرفنا، فرصه سعيده جدا. بتيجي انت كل اسبوع وبنقعد، المره الجايه بقى نقعد في القهوه عند الصينيه خارجه من الفرن اهي. تمام تمام. ايوه حفي بيه. ايوه يا عرب. صينيه البطاطس خارجه من الفرن. اتقل، سيبها شويه لحد ما تتحمر. نغرف دلوقتي يا حفي بيه؟ بالهنا والشفا. اوكي. تلبسنيش لحد يوم الدين، ما انا عمال انادي واستغيث ان كلب فيكوا ينزل ينقذني. تستاهل يا عصفور، انت اللي مشرد لاهل الحاره كلها في المتذكرات بتاعتك دي. ده خبر اسود، ده انت عايز عمره كامله، ده انت شيست خالص. اه عم هيثم انت بتهزر. مش بقولك عمره كامله، انت تطلع من هنا على المستشفى، من المستشفى على القسم تعمل له محضر ضرب واتلاف. يعني انزل ازاي بس يا عم هيثم وانا في الحاله دي؟ ما تنزل انت تجيب لي دكتور وتخليه جرع. لا ما الوقت متاخر دلوقتي، مش هتلاقي ولا دكتور فاتح، وبعدين انا ما اسيبش بنتي نايمه لوحديها في قلب الاوضه. خلاص انزل انت ونام انا مع بنتك. يا عصفور. مش قصدي، مش قصدي. خلاص هنزل انا ونام انت مع بنتك. يا عصفور. ما قصدي، خلاص خليكم صاحيين ان شاء الله مع انكم نمتوا. لا هنزل انا، جاتكم البره. تسلم ايدك يا عقرب.